أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وفتاوى الناس، حلقة الأحد. نذكركم دائما وأبدا بأنها حلقة مميزة بين حلقات برنامج فتاوى الناس، كونها مخصصة للحديث عن الميراث وقضايا. هذا لا يمنعنا بطبيعة الحال أن نتواصل مع حضراتكم في أي قضايا أخرى أو أسئلة أو استفسارات تتعرض لكم في حياتكم أو أمور دنياكم. طبعا لا مانع نتواصل معكم فيها، نستمع إلى أسئلتكم وآرائكم، محاولين معكم إيضاح بعض القضايا التي ربما تكون عصية على الفهم بشكل أو بآخر. كما نذكركم دائما، حلقة الأحد نتحدث فيها عن الميراث وقضاياه، ووصلنا في الحلقات الأخيرة وهي حلقات ممتدة في الحديث عن الوصية، كونها شقيقة الميراث كما أوضحنا مرارا وتكرارا. أرحب بضيفي الكريم الذي نسعد به دائما في حلقة الأحد من كل أسبوع، الأستاذ الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بك فضيلة الدكتور علي. أهلا وسهلا. هذا التذكير أعتقد أنه لابد منه في مستهل كل حلقة، لتذكير مشاهدينا الكرام بأنه ما يطرح على مائدة البحث في حضور فضيلتك دائما مرتبط بقضايا الميراث. أسعد فضيلتك في التذكير بسؤالنا على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤال وحلقة هذا الأسبوع: برأيك هل تنفذ الوصية إن كانت في مرض الموت أم لا؟ معك فضيلة الدكتور علي، كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة وتساءلنا عن حكم من أوصى بماله ولكن بعد وفاته اكتشف أنه مدين. أعتقد أن المسألة بحاجة إلى تطوير أكثر وأكثر وإيضاح أكثر وأكثر، وده كان لنا أن تكون نقطة البداية وسؤال مع حضرتك. ماذا لو أوصى شخص ما ثم ظهر أنه مدين وهذا الدين استغرق كل ماله؟ هل يعني تقدم تنفيذ الدين قبل الوصية أم كيف يكون الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإذا فرضنا أن شخصا قد أوصى بوصية ثم بعد وفاته اكتشفنا أن عليه دين، فإما أن يكون هذا الدين مستغرق لكل ماله وإما ألا يكون مستغرق لهذا المال. نعم، إذا كان مستغرق لكل المال ففي هذه الحال نكتشف أنه مات بغير تركة، بل قد يكون ميتا مدينا بأموال للغير. نعم. وعلى هذا فلا يكون ماله أو فلا تكون لديه تركة محلا للوصية، لأنه قد أوصى بشيء من ماله ثم اكتشفنا أنه لا مال له، لأن الدين قد استغرق كل المال. فإذا مثلا يعني نحن نظن أنه تركته 100,000 وكان قد أوصى مثلا 20,000، طيب وبعد وفاته اكتشفنا أنه مدين 100,000، إذن فالدين في هذه الحالة أولى بالسداد من إنفاذ الوصية، وعليه فيجب علينا أولا أن نسدد هذا الدين، ثم بعدما نسدد هذا الدين نكتشف أنه لا تركة، وعلى هذا فلا محل لتنفيذ الوصية. تمام. أما إذا كان الدين غير مستغرق للتركة فهنا يجب علينا أولا أيضا أن نسدد الدين، ولكن يكون محل تنفيذ الوصية في المال الذي بقي بعد سداد الدين. فمثلا لو أنه ميت عن 100,000، تمام، ولكنه كان مدينا مثلا 60,000، تمام، إذن بقي من التركة كم؟ 40,000. طيب هو لو كان أوصى 20,000 هل ننفذ الوصية في 20,000؟ لا. لماذا؟ لأن الوصية في حدود الثلث ويجب ألا تزيد عن الثلث، وعلى هذا فإننا ننفذ الوصية في حدود ثلث 40,000 المتبقية من هذه من التركة بعد سداد الدين. ليه؟ لأن التركة الحقيقية هي التي بقيت بعد سداد الدين، وعلى هذا فنحسب ثلثها حتى نخرج هذه الوصية من هذا المال في حدود ثلث هذا المال الذي بقي بعد سداد الدين. يعني في ذات المثال حضرتك أوضحته بقي 40,000. نعم. وهو أوصى بـ60. أوصى بـ20. مدين بـ60. أوصى بـ20. تمام. العشرون هنا النصف. النصف. ننفذ الوصية فقط في حدود الثلث. نعم. يعني إذا كان هو أوصى بـ20 فهنا نخرج حوالي 12 أو 15 تقريبا. طيب وما بقي؟ بإجازة الورثة. إن أجازوا الزيادة
فلا مانع إن لم يجيزوها فيرد الزائر عن الثلث على الورثة يقسم بينهم بقسمة الميراث. عظيم. وهنا ولكن رغبة المتوفى لم تتحقق في إخراج الشكل الذي يريده أو الكمية التي يريدها. رغبة المتوفى مرتبطة بتحقيق الشرع. فإذا ما تعارضت رغبة المتوفى مع الشرع إنما نغلب الشرع على رغبة المتوفى. نعم. وعلى هذا فإذا كان قد ميت إذا كان قد مات مدينا بدين يستغرق التركة فلا محل للوصية بالكلية، وإن مات مدينا بدين يستغرق جزءا كبيرا من التركة بحيث لم يبقى من التركة أن تنفذ الوصية في ثلثه، فإنما ننفذ الوصية في ثلث ما بقي فقط، والباقي يكون بإجازة الورثة، إن شاءوا أجازوه فتنفذ كلها، وإلا يرد الباقي على الورثة يقسم بينهم بقسمة الميراث. عظيم. طيب إن كان ميت بدين وبقي له مال بعد السداد يكفي لتنفيذ الوصية في حدود ثلثه، فالأمر ظاهر لا إشكال، ننفذ الدين الأول، نسدد الدين، ثم ننفذ الوصية في ثلث الباقي، ثم بعد هذا الثلث تقسم التركة بين الورثة بالأنصبة الشرعية. عظيم. طيب هنا فكرة ربما لا تكون حاضرة في سياق حديثنا عن الوصية، ولكن قد تأتي في بال بعض المشاهدين. ماذا لو استغرق الدين كل التركة ولم يفي أو لم تفي التركة بكل الدين، بقي المتوفى مدينا؟ نعم. هل الورثة ملزمون بسداد دين صاحبهم والدهم أو المتوفى يعني؟ هنا يجب أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن يطرأ من يطالب بهذا الدين بعد تقسيم التركة، وبين أن يأتي المطالب بسداد الدين قبل تقسيم التركة. أما إذا جاء قبل تقسيم التركة فالأمر ظاهر، لأننا لن نقسم حتى نسدد الدين. طيب وإن جاء بعد تقسيم التركة، نقول بأن الورثة في هذه الحال إنما يلزمون بسداد هذا الدين في حدود ما استفاد كل منهم من هذه التركة. فمثلا لو جاءنا من يطالب بسداد الدين قبل تقسيم التركة، طيب أنت لك فلوس عند هذا الميت كام؟ قال 150 ألف. طيب والتركة بعد ما حصرناها كام؟ 100 ألف. يسدد له 100 ألف فقط. طب والخمسين، هل يلزم الورثة بسداد الخمسين ألف الزائدة؟ هذا السؤال. لا يلزمون. لماذا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. يعني إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى جماعة المسلمين، أي إلى بيت المال، أي أن جماعة المسلمين كلهم يتكافلون بعضهم مع بعض ويسددون هذا الدين، ولا يطالب الورثة بالسداد من أموالهم الخاصة. طب ولكن هذه الصورة غير متحققة بشكل أو بآخر في وقتنا الحالي، إذن ليه بهذا الاتصال؟ متحققة. طب إذن ليه بهذا الاتصال؟ عشان بس يعني محبوك ما يزعلوش مننا في كثرة الانتظار. أستاذ جمال من الشرقية، أهلا بيك. أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال للشيخ، الله يبارك. تفضل يا فندم، تفضل. نحن ستة إخوة حضرتك، ثلاث ذكور وثلاث إناث. نعم. تعثر عقل لي أثناء بناء بيتي، فاضطر والدي لبيع قطعة أرض لاستكمال أخي هذا البيت. نعم. ووزع سعر الأرض على الذكور فقط دون الإناث. والآن أريد تقسيم باقي التركة، فهل تضاف القطعة التي بيعت إلى الميراث؟ وإن ضيفت فهل بسعر وقت البيع أم الوقت الحالي؟ وهل يجوز تقسيم الميراث في حياة والدي برضاه؟ وجزاكم الله كل خير. طيب والدك ما زال على قيد الحياة؟ نعم موجود. طيب ما دام موجود يبقى يجب أن نسأله، هل عندما باع هذه الأرض وقسمها على هؤلاء الذكور، هل كان يقصد أن يكون ذلك نصيبا من ميراثهم في التركة فيما بعد، أم أنها هبة شرعية؟ تمام؟ نعم. طيب استاذ جمال تواصل مع فضيله الشيخ، يعني ممكن فضيله الشيخ يجيبك طالما يعني المساله بيها تفاصيل كثيره. طيب ماشي. طيب يعني تواصل مع طيب. معك حضرتك ممكن. حضرتك الوالد مش موجود، مش عارف نيته ايه. طيب عموما طيب خلاص هنجيبك ان شاء الله. طيب شكرا استاذ جمال. شكرا، وان شاء الله فضيله الشيخ يجيبك لاحقا. طب مولانا فيما يتعلق بهذه الجزئيه،
أيوة. إلى أن تنتهي من كتابة نعم. بعض الملاحظات على نعم. مهلك يعني دون براحتك ما فيش مشاكل. خلاص أنا معك. فكرة أنه إذا بقي جزء من الدين في رقبة المتوفى فضلتك أشرت إلى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مسؤولية المجتمع المسلم ككل على سداد بقية هذا الدين. سأل فضلتك أن ربما هذه الصورة ليست متحققة، فكرة بيت مال المسلمين أو جماعة المسلمين ربما غير متحققة في هذه الأثناء التي نعيشها الآن. نعم. يعني مثلا في ذات المثال اللي حضرتك ضربته، لو هذا الشخص الذي مدين بمائة وخمسين متوفي وجاء صاحب الدين ووجد بس التركة مائة ألف بقي له خمسون، سيذهب هكذا لأي مسلمين في الطرقات في الشوارع في هذه الحالة؟ يقول قال الفقهاء يقول يعني أنه سددوني. لا أبدا، في هذه الحالة قال الفقهاء أن للورثة أن يقبلوا التبرعات والهبات وما إلى ذلك حتى يسددوا عن ميتهم هذا الدين. والأمر أننا لم نتعود على هذا لأننا لم نلتفت إلى هذا الأمر، ولكن إذا التفتنا إليه فلا مانع من أن يتحقق. يعني الدائن أو صاحب الدين يعمل إعلان مثلا في يعمل إعلان في الجرائد مثلا؟ لا لا، الورثة، الورثة هم الذين يقبلون. الورثة هؤلاء أليس لهم أقارب؟ أليس لهم جيران؟ أليس لهم أصدقاء وما إلى ذلك؟ يا جماعة فلان الفلاني توفي عن دين كذا كذا كذا، ونحن نريد أن تساعدونا في سداد هذا الدين. لو أن كل واحد دفع جزء من أبوال زكاته سيسدد هذا الدين. يعني الأمر ليس صعبا. طب هنا الأولى بها الورثة ليس كذلك؟ لا برضو الأولى بها جماعة المسلمين المدين. حضرتك تصل الأولى من سدد السداد، ولكن الورثة إذا لم يسددوا مثلا أو ليس معه ما يسددون به. الأمر هنا مش, 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 مش لا يتوقف عن من الأولى. الأمر نحن نبحث من الذي يلزم بسداد. هل السؤال تحديدا هل الورثة يلزمون بسداد هذا الدين من أموالهم الخاصة؟ قولا واحدا فضلت قلت لا. لا مش أنا اللي قلت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تمام. لا الورثة لا يلزمون تحديدا، هو الورثة لا يلزمون بتسديد هذا الدين من أموالهم الخاصة. طب من الذي يسدد؟ قال جماعة المسلمين، ما فيش مانع. كيف طب وإذا ما سددوش خلاص يعذب المدين ده بدينه ويحبس حتى يسدد عنه هذا الدين. نتركه هكذا علشان ما نتركوش. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتكافل. نتكافل بمعنى إيه؟ نحن نجمع ولو من أموال الزكاة حتى نسدد عنه هذا الدين. طيب أنا مش عايز أقعد حضرتك في الجزئية دي، لكن في الوقت الحالي لو حضرتك مثلا ممكن تنصح حد في هذه أولا الحاجة. أنا هنصح يعني اتجه مثلا لوزارة الأوقاف مثلا؟ لا الحكاية مش حكاية وزارة الأوقاف، الحكاية حكاية الوعي المجتمعي. أولا نحاول ألا يكون علينا ديون، هذا أولا. الأمر الثاني إذا كان علينا ديون يجب علينا أن ننبه إلى وجود دين. الأمر الثالث إذا مات فقيرا وليس معه ما يسدد ما يسدد عنه هذا الدين من التركة، يبقى يجب على الناس كلها على المجتمع ككل نعم. أن يتكافل في هذا الأمر وأن يسدد دين المدين. عظيم نعم. ودي إشارة رائعة. أستاذة جويرية من الشرقية أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. يعني نقول جزاكم الله خيرا عن هذه القناة وعن العلم اللي بتعلموه لينا ولغيرنا. ربنا يا رب يزيدكم علم وتواضع. ربنا يبارك فيك. ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم دائما ان شاء الله. الله يبارك فيكم ويجعلكم من اهل جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم امين. لو سمحت انا عايزه رقم الدكتور ضروري جدا لان السؤال لا يصح ابدا يتقال على الهواء. طيب فضلت دكتور علي رقم ممكن حضرتك تاخديه من الزملاء اللي هم ردوا على حضرتك قبل ما تنضمي الينا. في سؤال ممكن تساليه على الهواء دلوقتي ولا رقم تليفون فقط؟ لا لا مش هينفع والله يا استاذ احمد. طيب خلاص رقم تليفون دكتور علي متاح ان شاء الله مع الزملاء، ممكن هم يدوا لحضرتك وسعداء بسمع صوتك. استاذ مصطفى من القاهره. ايوه حضرتك. انا ليا سؤال. اتفضل الشيخ. اتفضل. المسلم اللي متزوج مسيحيه او يهوديه هل يرث فيهم ام هم يرثون فيه ده او ده؟ نعم. في اي اسئله تانية يا استاذ مصطفى؟ طب شكرا. الحاجه ام فاتن من القاهره. هاي. تفضل يا فندم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معلش انا اول مره اتكلم في التلفزيون. سعداء بسماع صوتك. برنامج. احنا سعداء بيك. اتفضلي. الله يبارك لك. انا عايز اسال فضيله الشيخ، انا عندي شقه شارياها. اتفضلي يا فندم.
شارياها من مراس بيت والدي وذهب وذهب عيالي ومعايا اربع بنات. وبعدين جوزي بقى عمال يقول لي وانا ليا سبع اخوات من الاب، ثلاثه بنات واربعه ذكور، وليا بقى شققه انا واختي واخويا، وامي ماتت وابويا مات الله يرحمه. فدلوقتي الشقه اللي انا بحت كل حاجتي فيها واشتريتها، جوزي بقى عمال يقول لي ايه اكتبها للبنات، اربع بنات وما لهمش حد، اكتبها لهم. اقول لهم اسيب الملك للمالك، ما اقدرش. المهم البيت الشقه اللي انا فيها فيها شقه من تحت العماره ثلاث ادوار، الناس اللي فيها باعها لنا، جوزي اشتريها. فدلوقتي بقى عمال يقول، انا بصراحه يعني ايه حبيت اشجعه اقول له ايه اكتبها ده بنت، طالما انت بتقول لي اكتبي للبنات اكتب من البيت نكتبه على بقى، قال لي تكتبي انت الاخرى. قلت له ماشي. بقول لاختي، قالت لي احنا بصمين بالعصر، احنا مش عايزين منك حاجه. اخويا برضو اللي هو شقيقي قال لي برضو مش عايزين منك حاجه، ده حاجه ولادك وحاجتك. قلت له ماشي. فلسه كاتبينها قريب، بس جوزي عنده حاجات تانية، انا دي هي دي اللي حيلتي، ما حلتش حاجه غيرها يعني. طب اخواتك من الاب كان ايه رايهم؟ اخواتي من الاب كلهم ماتوا، بس معاهم عيال، ما فيش الا واحد بس هو اللي موجود. اخ ولد ذكر فقط لا غير؟ من الاب. لكن اخويا شقيقي واختي شقيقتي هم احنا الثلاثه موجودين شقق. وتوفوا لكن ليهم اولاد، السبعه خلفوا ليهم اولاد السبعه اللي من الاب. بس واحد منهم عايش. طب هو كان ايه رايه ان هو برضه قال لك اكتبي لهم ولا؟ لا ده مبسوط. بص انا يمكن الحمد لله انا اقل واحده فيهم، هم كلك عمارات ومبسوطين قوي. لا يعني قصدي انت برضه سالتيه زي ما سالت اخواتك الشقق. قال لك مفيش مشاكل. قال لي لكلك، بيقولوا لي لا انا لكلك من بقى الموجودين بس، لكن ما طبعا ما دكان في مصر وهنا وهنا وفي كل حته، مش قادره هجمعهم ازاي يعني واتكلم معاهم ازاي. فما اعرفش، اصل انا سمحت ان الشقق بس عشان اخويا اللي شقيقي هو حاجب. انا سمحت كده، فقالوا لي الاخ اللي من الاب الاخوات دول ما ياخدوش. المهم احنا كتبنا وعملنا صحه توقيع، فسمعت ان بيقولوا لي حرام وتسيب الملك للملك، فانا ما نمتش، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. اعمل ايه بعد ما عملت صحه توقيع وعملت الشقه البيت كله باسم عيالي وخلاص؟ بس جوزي عنده حاجات كتيره تانية، ارض مباني وحاجات، بس هو العماره بس اللي كتبها، وانت كتبتي الذهب وكل لا ما فيش ذهب ولا حاجه. انا ذهب يعني انا معايا حاجات، بس كتبت الشقه برضو باسم البنات الاربعه. كتبنا البيت ثلاث ادوار. سؤالك اللي انت عملتيه ده صح ولا غلط؟ مش كده؟ انا عايزه الصح، ايه اللي يتعمل، اللي انا عملته صح ولا ايه؟ تمام. فضلت تسال على اي حاجه؟ ماشي يا ام فاتن، ان شاء الله فضل الدكتور علي يجيبك باذن الله. استاذنكم مشاهدينا في الخروج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل معكم ان شاء الله. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم والاستماع الى اسئلتكم. معي عبر الهاتف الان الاستاذ احمد من الاسكندريه. اهلا بك يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، عندي في مزرعه وفيها مزارع عايز يشاركني مؤاخذه في بقره او جاموسه او حاجه، وانا ما عنديش استعداد ان انا اشارك، هل ممكن ان انا اجيب له حاجه من زكاه المال وتبقى خاصه بيه هو؟ يعني تجيب له انت حضرتك حاجه وتهبها له كده؟ اشتري له هو عايزه من زكاه المال، وماليش دعوه بيه بعد كده، هو يتصرف فيها. ماشي يا فندم، ان شاء الله دكتور احمد يجيبك باذن الله. اي اسئله تانية؟ شكرا حبيبي. لا تحت امرك. استاذه عايده من بورسعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. زوجه توفى عنها زوجها. وربنا ما رزقهمش بعيال. هل الأجهزة المنزلية اللي في البيت، الثلاجة غسالة ليه المستعملة دي تدخل من ضمن التركة؟ زوجة توفى عنها زوجها ولم ينجبها، تمام. هل الأجهزة المنزلية في البيت تدخل ضمن التركة؟ الأجهزة دي ملك مين؟ أستاذ عايدة. أيوه فضيلة الشيخ بيسأل حضرتك، الأجهزة دي ملك مين؟ في جزء ملكه وفي جزء ملكها، يعني هي اللي شارياه. نعم.
هو مش المفروض ده يعني في القايمة مدى علمي يعني بتتكتب في القايمة يا دكتور ولا؟ لا، ممكن يكون بعد القايمة وبعد الزواج استحدث أشياء جديدة فاشتراها بماله خارج القايمة، وهي قد استحدثت أشياء جديدة أو بقي من يعني واحد تزوج وفي القايمة ثلاجة، فلما تزوج ربنا فتح له وشرى ثلاجة أخرى، أصبح فيه ثلاجتين، ثلاجة ملك زوجته وثلاجة ملك هو بأمواله. فالسؤال سؤال كان مهم ان حضرتك تساله. طب ان شاء الله استاذ عايده باذن الله دكتور علي يجيبك ان شاء الله. اعتقد معاك اتصال ثاني استاذ محمد من الشرقيه اعتقد، مش كده؟ السلام عليكم. اهلا بيك يا حاج محمد، اتفضل. واحد له بنت عم هو عاوز يتجوزها، تمام؟ بس هو قال انا اتجوزتها تبقى عليه زي ارهم. معلش ثاني؟ قال ان اتجوزتها تبقى عليه زي ارهم. هو واحد بيحب بنت عمه مش كده؟ ده اللي انا سمعته. عاوز يتجوزها. وعايز يتجوزها. الجزء الثاني من كلامه. هو قال ان اتجوزتها تبقى عليه زي ظهر امي، يعني ان اتجوزها تبقى عليه كفارة. هو بيقول لو انا اتجوزتها تبقى عليا كظهر امي. يعني قال لها الجمله دي. وهو ما اتجوزهاش طبعا لسه. لا هو عاوز يتجوزها تبقى عليه كفاره يعني. هل عليه كفاره ولا؟ ماشي يا حاج محمد ان شاء الله دكتور علي يجيبك. ام احمد من اسكندريه، اتفضلي يا حاج ام احمد. ايوه اتفضلي يا فندم. معايا فضيله الشيخ. معاك يا فندم، اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك يا فندم، انا كان عندي، طب انا هو ناس ثانيه بتتكلم مش انا. يا فندم اتفضلي سامعينك، هو بس وطي صوت التليفون واسمع، وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. يعني هو دلوقتي معايا؟ اتفضلي. معاك يا فندم. طب بقول لحضرتك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا كان عندي كنت ساكنه في شقه ايجار، وبعدين بعد ما الشقه الايجار ديت صاحب الملك حب يجدد العماره، فحب يعوضنا بدل الشقه، هي كانت مش ما كانتش تمليك، كانت ايجار. بعد كده ادانا شقه تانية عوضتنا الشقه اللي احنا كنا فيها. معايا حضرتك؟ تمام. وبعدين بعد ما خدنا الشقه اللي هي ديت، الاولاد قالوا لي اكتبيها ورثه، هو ابوهم توفى الى رحمه الله. وبعد كده بعد ما كتبتها ورثه، الولاد حبوا بقى يجوا يسكنوا معايا في الشقه الجديده، كانت كبيره وكده اهوت، فانا طبعا رفضت الشقه الجديده دي. طيب دي واحده بس، الشقه الجديده دي خدتيها تمليك ولا ايجار؟ لا، ادهالي تمليك بقى. طيب تمام. وكتبت العقد باسم الورثه؟ كتبنا العقد باسم ورثه، يعني مع العلم السكان اللي كانوا معايا كتبوها باسم والدتهم. انا ماليش علاقه بقى، خلينا بس في شقه. في حالتك انت. انت أيوة. كتبت العقد، كتبت في خانه المالك ورثه فلان الفلاني. ايوه ابوهم الله يرحمه. طيب كويس. ابوهم بقى لما توفى ترك مين ورثه؟ انا ومعايا ثلاث اولاد، ذكور. بنت واحده وولدين. طب ابوه او امه كانوا عايشين؟ نعم. والده او والدته كانوا عايشين وقت وفاته؟ لا كلهم كانوا موجودين. وهو والده والده ووالدته كانوا عايشين وقت وفاته؟ والده هو والد الزوج. ايوه. لا دول الله يرحمهم من زمان. طيب يعني اذا هو توفي عن زوجه وولد وبنتين. الله يرضى عليك. تمام. بعد كده هوت الولاد حبوا يسكنوا معايا، انا رفضت. فقالوا بيعي بقى ايه البيت وكل واحد ياخد نصيبه ويطلع يسكن بره. بيعي الشقه. بعت الشقه يا فندم ب 830,000. طيب. طبعا انا عشان مش معقول ان انا هاخد التمن واسكن بيه، ما ينفعش ان انا اسكن بالرقم بالتمن. فانا اخدت 230,000 والولد 240 والولد الثاني 240 والبنت 120. وطلعنا بقى يعني اتبهدلنا، علشان كل واحد يروح يشوف له سكن، وسكننا قانون جديد والكلام ده كله. المهم انا والولد الكبير اخذنا شقه مع بعض، والبنت اخذت حسابها لوحدها، والولد الثاني اجر شقه بالفلوس بتاعته وخلاص، واتفرقنا على كده، وكان في نزاع. بعد كده يا فندم الولد اخذ شقه تمليك، اللي هو الكبير اخذ بفلوسي وفلوسه.
وعشان اعيش معهم. طبعا ما ينفعش العيشه مع بعضينا. فروحت انا قلت له لا بيع بقى شقه التمليك اللي ابنك خدها بقى كتبها باسم مين؟ كتبها باسمه والفلوس خدتها كتبها باسمه وكل حاجه. بعد كده انا حسيت ان انا يعني كده اتظلمت، ما معيش فلوس خالص وعايشه معاهم يعني شبه ان انا غريبه يعني. فروحت بقى قلت له لا نبيع الشقه ديت. بعنا الشقه دي وجبنا الفلوس بتاعتنا كلها من قبل حتى ما نطلعوا من الشقه اللي هي القديمه الاولاديه التمليك. بعد كده هوت يعني ايه جبنا الفلوس؟ يعني ايه جبنا الفلوس؟ طيب عشان بس نعم يعني ايه جبنا الفلوس بتاعت الشقه القديمه؟ الشقه بعناها وجبنا الفلوس بتاعت اللي هي 230 و240 بتوعه. يعني نفس الفلوس اللي ما خسروش حاجه يعني او أيوة. الفلوس ما قلتش يعني طيب ما قلتش تمام. بل بالعكس زادت 10,000 قلنا دي نقل العفش وكده تمام خلاص تمام. ابني دلوقتي مش عايز يديني الفلوس بتاعتي كامله. عايز ياخد منها فلوس يقولي عشان انا اشتريت للشقه وعملت للشقه. طب ما انت كنت بتصرف من اصل الفلوس. بس دلوقتي انا بسال فضيلتك هل هو من حقه ان هو ما يدينيش حقي كامل؟ هو عايز يدي حضرتك كام من 240؟ عايز من 230 بقى او 230 معلش. عايز يديني 140,000 يعني عايز. وعايز الفلوس التانية يكمل عليها الفلوس هو ويشتري شقة. يعني عايز ياخد حوالي 100,000 من حضرتك يعني تقريبا كده او اقل بحجة انه كان بيصرف على حضرتك او على البيت لا يعني. لا بالعكس ده كان بياخد المعاش بتاعي كمان. طب يعني ايه حجته في ان هو عايز ياخد 100,000 دول؟ مساعديني عشان انا اتأخرت في الشراء والفلوس دلوقتي. ايوه مساعدة بالاجبار يعني بياخدها غصبا عنك. ما المفروض المساعدة برضاك يعني. ما انا عايزة اعرف رأي فضيلة الدكتور طيب. ايه رأيه في الكلام اللي هو ابني ده عايز يعمله معايا؟ طيب اي استفسار ثاني يا دكتور؟ لا خلاص. طيب ان شاء الله ربنا يقدم ما فيه الخير يا ام احمد وطول لي بالك معلش مهما كان برضو هم اولادك وان شاء الله رأي الدكتور يمكن يوجد خير ان شاء الله. في اي اتصالات ثانيه؟ طيب تاخرنا على بعض مشاهدينا الكرام. نعتذر لحضراتكم مشاهدينا اللي كانوا في الانتظار والتواصل معنا. أرجوكم حاولوا مرة تانية إن شاء الله نتواصل معكم. طب فضيل الدكتور فيما يتعلق بجزئية الدين والمدين وفكرة أنه الأموال لا تفي ولا تسدد كل الدين حضرتك مشكورا أشرت إلى أنه الورثة غير ملزمين طبقا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باستكمال سداد الدين. الورثة غير ملزمين في حالة إذا ما كانوا لم يستفيدوا من التركة. الفرض الثاني بقى أن هم استفادوا فعلا من التركة. صورتها ازاي؟ ان احنا بعد ما قسمنا التركة اكتشفنا وجود دين. في هذه الحالة يلزم كل وريث ان يسدد حصته من هذا الدين بقدر ما استفاد من التركة. تمام. يعني مثلا لو ترك ولدين فقسموا التركة مناصفة بينهما ثم ظهر دينا. هذا الدين يقسم بينهما مناصفة ايضا ويسددونه مناصفة بقدر ما استفادوا من التركة. يعني لو ترك 100,000 كل ولد خد 50,000 ثم ظهر ان الميت عليه 80,000 يبقى كل ولد ملزم بسداد 40,000 من الخمسين الذي كان قد حصل عليه. عظيم. طب لو الدين 100,000 يدفع 50,000 كلهم. طب ولو 120,000 يدفع 50 فقط. تمام. وتبقى 20 يسددها جماعة المسلمين. جماعة المسلمين ومنهم الورثة ما فيش مانع. طب في السياق ده برضو يمكن حديثنا مع حضرتك يكون بادرة خير. هل يصح ان انت وفضيلتك يعني نرشد على لسانك انه تتوجد جهه الان داخل الدوله لسداد المدينين الذين لا يجدون من يسدد عنهم دينهم او ما شابه؟ يعني يا ريت يحصل كده، وهذا فيه تحقيق لوصيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا، وبهذا ننشئ حاجات تساعد هؤلاء الورثة الذين مات مورثهم هو مدين في سداد هذا الدين وعتق رقبته ويعني إنقاذه من الحبس بسبب هذا الدين. عظيم. أستاذ فضلتك في الخروج إلى فاصل آخر وبعده إن شاء الله نستكمل تواصلنا مع حضراتكم والإجابة على أسئلتكم. ابقوا معنا.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. على بركه الله نبدا الاجابه على اسئله حضراتكم، وايضا اذا كان من اسئله اخرى ان شاء الله نتواصل مع حضراتكم ونستمع اليها اثناء اجابه فضيله الدكتور علي عليها. طب دكتور، هذا الاتصال ايضا الاستاذه اسراء من القاهره لانها بس موجوده معنا. السلام عليكم. اتفضلي يا حاجه اسراء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت لو سمحت عايز اسال الدكتور علي على موضوع الميراث. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله في موضوع ميراث شائك قوي، كنت عايزه رقم حضرتك. حاضر. طيب حضرتك مشكوره، سيبي رقم تليفونك لانه يعني الزملاء حطوا نظام كده للتواصل مع حضراتكم، حط سيبي رقم تليفونك وما ان شاء الله اتصلوا بيكي ويديكي رقم تليفون دكتور علي ان شاء الله حالا. نبدا بالاستاذ جمال من الشرقيه. يا دكتور نعم. مشكورا. نذكر كده سريعا لانه انا مش عايز استغرق وقت كثير. والده عنده ثلاث ذكور وثلاث اناث، دول اولاده. نعم. ومنهم ابن كان عاوز يبني بيت وتعثر في بناء هذا البيت فباع قطعة أرض وقسم أموالها على ثلاثة ذكور ولم يعطي الإناث. تمام. طيب إذا كان هذا التصرف على سبيل الهبة للذكور وله ما يبرره شرعا ما فيش مانع. طيب إذا كان هذا التصرف مشروط بأن يكون هذه القطعة المباعة من ضمن حصة الذكور في الميراث أيضا ما فيش مانع. يعني إذا كان كلا الأمرين لا مانع، ولكن يجب على الأب أن هو يبين ما دام على عقيدة الحياة ربنا يديله الصحة يبين هذا الأمر حتى لا يقع نزاع بعد ذلك بين الأولاد. طب هو سأل فضلتك هل يجوز توزيع التركة في حياة أبي؟ لا ما تبقاش تركة، لا تركة إلا بعد الميراث، ولذلك هي اسمها تركة يعني تركت تركها صاحبها، إنما ما دام ما زال على قيد الحياة يبقى لا. انما اللي يحصل ايه؟ انه ممكن يوزع بعض من املاكه على اولاده مفيش مانع، ولكن بعض من املاكه ولا كل املاكه حتى ولو كل مفيش مانع، ولكن ليس على سبيل تقسيم تركه ولكن على سبيل اعطاء هبه للاولاد مفيش مانع. حط طيب ولو وزع بقسمه الميراث جائز ام غير جائز؟ جائز مفيش مانع طالما كل الاطراف مرضيه يعني لو لا مش لا الحكايه مش حكايه رضا. الحكايه حكايه انه ما دام على قيد الحياه فله إما أن يقسم بالهبة الشرعية بالتساوي بين الجميع حتى ولو كل ماله، حتى ولو كل ماله، وإما أن يقسم بقسمة الميراث كل أمواله للذكر مستحاض الأنثيين ما فيش معنى، كلاهما صحيح. عظيم. طيب الحاجة جويرية من الشرقية كانت عايزة رقم تليفون حضرتك وهي تواصلت مع زملائنا مشكورين برا. أستاذ مصطفى من القاهرة بيسأل حضرتك، المتزوج من مسيحية أو يهودية نعم هل يرث فيهما؟ وهل زوجة المسيحية أو اليهودية ترث في زوجها المسلم؟ لا، لا ميراث مع اختلاف الدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل ملتين شتى. فلو مسلم تزوج من مسيحية أو يهودية أو فمات أحدهما هو أو هي فلا هي ترث فيه، لا هو مات ولا هو يرث فيه إن هي ماتت، ولكن تكون التركة لأهله أو لأهلها، ولكن كلاهما لا يرث الاخر. طب لو افترضنا فرض جدلي مثلا يعني الثمن الذي تاخذه الزوجه كيف يتم توزيعه؟ مش موجوده. مش موجوده؟ يعني مفيش ثمن الزوجه اساسا. مفيش ثمن وهو ملوش ربع ولا نص مثلا. ملناش علاقه، يعني نحن لا نعتبر انها توفيت بغير زوج او انه توفى بغير زوجه. لان اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. طب ماذا لو كان في اولاد؟ الاولاد دول إما أن يدينون بدين الأب أو بدين الأم. لو افترضنا فرض جدل أنهم مسلمين. خلاص يبقى لما أبوهم المسلم يموت هم يورثوه وهي ما تورثوش. لكنهم لا يرثوا في أمهم المسيحية. طب لو واحد تزوج مسيحية ولها أولاد. تمام؟ لا لها أولاد منهم. لا لا لها أولاد من غيره. ومسيحيين وهي ماتت أولادها يورثوها. وهو ما يورثهاش. ما دي في حضرتك حسمتها في الاول، لكن انا بتكلم الاولاد المسلمون من زوجه مسيحيه. تمام. لا يرثون ايضا في امهم؟ نعم. المسيحيه؟ نعم. لا يرثون في امهم المسيحيه ولكن يرثون في ابيهم المسلم. نعم. عظيم. طيب الحاجه ام فاتن من القاهره برضو سؤالها طويل فانا اتمنى على فضيلتك كده انت تذكر بيه سريعا. هي بتقول ان هي لها زوج واربع بنات واخ لاب واخوه اشقاء واولاد اخوه لاب توفوا يعني فاضل واحد بس او باقي واحد. نعم. فهي عندها شقه وزوجها عنده بيت وعنده املاك يعني. فزوجها بيقول لها نكتب الشقه، اكتبي الشقه بتاعتك للبنات، وهي بتقول له لا مش هنكتب، لغايه لما اتفقوا مع بعض بنكتب البيت كله للبنات.
فكتبوه وعملوا صحة توقيع وكل حاجة وكل بنت استلمت العقد بتاعها تمام. وتمام كده. قبل الكتابة استأذنت كل إخواتها سواء اللي هيورثوا أو اللي مش هيورثوا وقالوا لها خلاص ما فيش مانع اكتبي إيه للبنات. فبعد ما كتبت لقت ناس بيقولوا لها لا ده كده غلط وكان المفروض تتركي كل شيء على ما هو عليه. لا مش غلط إذا كانت كتبت للبنات ولكن بشرط إن هذه الكتابة لا تكون بباعث حرمان الورثة من الميراث. إن إذا لم ينطوي هذا التصرف على حرمان الورثة من الميراث أصالة يبقى مش حرام. أما لو كنا بنكتب والباعث الحقيقي من هذه الكتابة إن إحنا بنحرم بقية الورثة من الميراث هذا حرام ولكن بنكتب بدافع الهبة، واحد أراد أن يمتع أولاده وهو على قيد الحياة ويرى أنهم أصحاب أملاك ولهم أموال وما إلى ذلك ما فيش مانع. بس طبقا لكلامها أنها سأذنت إخواتها جميعا وعلى هذا فهي قد أخرجت نفسها من هذا الشك. لكن يبقى برضو مسألة النية دي لا يعلمها الله سبحانه وتعالى إذا كان في نيتها هذا الأمر. ولكن أنا أظن الورثة إنها لو كان عندها نية حرمان الورثة ما كانت سألت الورثة ما كانتش سأذنت. ولذلك أنا بقول إن هي أخرجت نفسها من هذه الحيرة ومن هذا الشك وعلى هذا فإن شاء الله تصرفها. بس برضو من المفيد إن احنا نذكر أو نلفت نظر الناس لأمور كهذه عشان لو في حاجة مشابهة بمر بيها يعني. صحيح. أستاذ أحمد من الإسكندرية عنده مزرعة فيها مزارع عايز يشاركه عزك الله في بقرة فهو رفض قال له هشتري لك من زكاة المال. هو يعني مما يفهم من سؤاله أن الرجل المزارع رجل فقير وعاوز يعني يستعين بأموال الرجل ده صاحب المزرعة الأستاذ أحمد ربنا يبارك فيه وقال له إيه تعال نشارك في بقرة علشان المزارع يستفيد من ألبانها وما إلى ذلك. فصاحب المزرعة ما بيحبش المشاركة قال لا مش عايز أشاركه. طب ممكن أشتري له بقرة من زكاة مالي ما فيش مانع ما دام الرجل المزارع ده فقير ما فيش مانع اشتري له بقرة من زكاة مالك وينتفع هو بها ما فيش مانع إن شاء الله. وتحسب كده من الزكاة أم صدقة؟ وتحسب من الزكاة ما فيش مانع. تمام. أعتقد الأستاذ عايدة من بورسعيد زوجها توفي عنها ولم تنجب بتقول لحضرتك الأجهزة المنزلية في البيت هل تدخل ضمن التركة ولا لا؟ حتى تمام. هنا هنفرق بين يعني بين احتمالين إما أن تكون هذه الأجهزة وهذا العفش ضمن قائمة المنقولات للزوجة أو كانت الزوجة اشترته بأموالها في هذه الحال هذه الأشياء لا تعتبر من التركة. تمام. ليه لا تعتبر من التركة؟ لأن صاحب هذا المال ما زال على قيد الحياة وهي الزوجة. أما إذا كان هذه إذا كانت هذه الأشياء مما استحدثه الزوج من أمواله وأضاف إلى عفش بيته أشياء جديدة أجهزة جديدة أو أشياء جديدة في البيت بأمواله هو خلاص في هذه الحالة إما أن يكون اشترى هذه الأشياء هبة لزوجته تبقى أيضا ملك الزوجة وليس التركة. أما إذا كان قد اشتراها لتدخل في ملكه هو ثم توفي فهذه الأشياء تكون تركة وتقسم بقسمة الميراث وإذا كان قد توفي بغير أولاد فلزوجته الربع. بس المسألة يعني هنكشف عنها زي فكرة ذكران هو شاري التلاجة ده علشان تكون ملكه ولا لأ يعني هو بيشتريها علشان تكون في البيت لمصلحة البيت يعني. كويس. إذن فهذه الحالة تكون ملك الزوج. إنما ملك الزوج؟ إنما لو اشتراها لتكون في ملك الزوجة وقال هذه هدية لك في مناسبة كذا أو كذا أو كذا يبقى خلاص ظهر الأمر واضح أن هذه ملك الزوجة. للزوجة. إنما اشتراها شراء الرجل لخدمة البيت خدمة البيت خلاص يشتري في بيته والظاهر أنه يشتري هذه الأشياء لملكه هو حتى يستفيد بها في بيته. فإذا توفي في هذه الحالة فتكون تركة عنه. عظيم. الحاج محمد مشرية والأستاذ محمد بقول لحضرتك أن واحد بحب بنت عمه ولم يتزوجها ولكن قال لها أنت عليك كظهر أمي لا يشرفنا في دار الإفتاء إن شاء الله عشان نشوفه قال إيه بالظبط. بس هو ما تزوجهاش ما لناش علاقة يجي لنا دار الإفتاء. لا طب هي بس تأمل كده من حيث المبدأ يعني بغض النظر عن الحالة دي من عدمها يعني أصلا لم تقم علاقة بينهم فالكلمة دي يعني مش قامت علاقة يعني. أو لم تقم علاقة أنا قصدي يعني لم يتزوجها معلش ولكن عليه أن يتوجه إلى دار الإفتاء. طيب نحترم رغبة فضلتك في الحديث في هذا الموضوع. أستاذ محمد توجه لدار الإفتاء علماءنا الأفاضل هسمعوا لحضرتك بشكل أكثر توضيح. الحاج أم أحمد من اسكندرية
نعم. كان سؤالها مطول، مش عارف هل من الإفادة ان احنا نعيده ولا لا. احنا كل ما في الموضوع، هي كان عندها شقة وشقة الإيجار انقلبت إلى شقة تمليك بالاتفاق مع صاحب البيت، المهم باعوا الشقة وقسموا تمنها بقسمة كده، هم ارتضوها مع بعض، ما فيش مانع ما دام قد ارتضوا على هذه القسمة ما فيش مانع. الحاجة أم أحمد جعلت أموالها وأموال ابنها، ابن من أولادها مع بعض، واشتروا شقة جديدة، وبعد ذلك قالوا لا لازم نبيع الشقة، فباعوا الشقة اللي هم اشتروها تاني، وبعدين ابنها حبس عنها أموالها وقال لا الأموال ديت أنا عايزك تساعديني بيها. في هذه الحالة لا مفيش كده، إنما المفروض إن هو يرد لوالدته أموالها، وثم بعد ذلك والدته حرة التصرف في هذا المال، تشتري شقة أو تؤجر شقة مفيش مانع، ولكن لا يجوز له مطلقا أن يحبس أموال والدته ويقول أنا عايزك تساعديني بهذا المال. لا. تمام. طب الحاجة مفاتة إن تواصلت مع زملاء بره وبتقول لحضرتك في سياق الشقة اللي هي كتبت لأربع بنات، نعم، بتقول هدفهم إن هم يعني ولادها استمتعوا بيها بعد وفاته. إذن مفيش مانع، التصرف صحيح لا مانع. تمام. نعم. طيب واحد من الأسئلة اللي جاتنا عن طريق الرسائل المتواصلين مع البرنامج، رسائل قصيرة، بيقول لحضرتك السلام عليكم، دلوقتي أنا عندي في الشغل بيعملوا صناديق وبتخصم من المرتب مبلغ معين، وبعد المعاش بيتاخد أو بيتاخد الفلوس من الصناديق، وهذه الصناديق بتوضع في البنك وليست إجبارية، فما حكم الاشتراك بها؟ ما فيش مانع، كل ما في الموضوع أنه هو بيخصم منه أموال حتى يساعدوه بعد سن المعاش بهذا المال، فما فيش مانع إذا أراد الاشتراك ما فيش مانع إن شاء الله. طيب معي عبر الهاتف الحاجة أمة الله من البحيرة، تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت بيا سؤالين اثنين لو تكرمت يعني. تفضلي تفضلي. أنا دايما أنا عندي بنت وولد. ابني عنده 27 سنة وبنتي عندها إيه؟ يعني 23 سنة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله طيبا يعني كل زين هذا واسع والعزيز والسلطان. أنا متوسطة الحال ومبسوطة والحمد لله مستورة يعني. ربنا يديم عليكي يا عم. مشكلتي الله يبارك، مشكلتي ان انا عندي احساس دايما وهاتف يجيني ان ابني هيجي متعور، هيجي حد ضربه، هيجي عمل حادثه، فمش عارفه اقعد استعذني من الشيطان واصلي واسجد لله واطلب منه الستر والصحه وان ابني ربنا يحفظه هو وشباب المسلمين جميعا. اللهم امين يا رب. اللهم امين. فعايزه فضيله الشيخ يعني اعمل ايه؟ انا سبحان الله انا بسجد لله شكرا وبحمد الله على النعمه اللي ادها لي ربنا بنت وولد، وربنا يا رب يرزق كل المسلمين يا رب بالذريه الصالحه. ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله يا حاجه. اللهم امين. ده طلب. والطلب الثاني لو تكرمت بس يعني اسال الله العظيم رب العرش الكريم اللي كل اللي يساعدني في جهاز بنتي، لان انا مديونه براس المال، كنت عايز اعمل مشروع عشان ربنا يسترني وربي بنتي وابني، فمديونه بيه، فحضرتك عارف الاسعار غلت وكده فمش قادره اجهز بنتي. طيب برضو سيبي تليفون حضرتك مع الزملاء وان شاء الله اذا كان في اي شكل من اشكال المساعد يجيلك وربنا يتمم لها على خير ان شاء الله. طبعا مولانا لان المتبقي قليلنا الوقت، فاذا كان من ايضاح للحاجة امة الله، هي تقريبا يعني خايفه ان ابنها يصاب باذى، هي عندها هاجس انه ابنها هيصاب باذى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، اذا فالامر كله متوقف على كثره ذكر الله سبحانه وتعالى، عليها ان تكثر دائما وابدا ذكر الله سبحانه وتعالى، وتستعيذ بالله كثيرا من الشيطان الرجيم، وتحصن أولادها دائما بالمعوذتين، وتدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالسلامة من, 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 من الشرور والأثام وما إلى ذلك، ولكن بس تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. ربنا يحفظ أولادنا جميعا. ختاما أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور علي فخر من الفتوى بدار الإفتاء المصرية على كل ما قدمته فضيلتك من إيضاحات في سياق هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي فضيلتك على خير الأحد القادم بإذن الله. الشكر أيضا لزميل فتحي عادل صاحبنا مترجما محتوى الحلقة إلى لغة الإشارة، والشكر دائما وأبدا لحضراتكم، غدا إن شاء الله حلقة جديدة وفتاوى الناس، إلى اللقاء.